السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أكام سليمان من قناة أرنينكوم. احنا الحين في المطار عشان زي كذا احنا قاعدين نوطي صوتنا حد يسمعنا السالفة، وما نخلص تصوير بسرعة عشان ما نمسك، فاحنا ترى ممنوع تصوير. بقول لكم سالفة المقطع هذا كامل كذا بسرعة باختصار، انتم مشتاقين للمقالب صح؟ المهم هذا جبنا لكم مقلب وتوقيت مرة مرة مناسب، ومقلب فكرة اغلى الناس فينا. اغلى الناس عندنا، اغلى الناس عندنا صح، اللي هي ام راح نسوي فيها مقلب ان احنا ما راح نجي العيد، وحنا اساسا كلمناها وقلنا لها ان احنا ما راح نجي ترى، قالت ليش مدري ايش، قلنا ان احنا عندنا اعلان وبيجينا مبلغ مرة كويس ولا راح نقدر نجي العيد، وهي اساسا ملزمه علينا الا لازم نجي لعيد الاضحى، لاني انا اساسا ما جيت عيد الفطر. عيد الفطر ما جاء وقالت عيدين ما تجي ومدري لازم تجي يعني عيدها، وبيسحب وانا بسحب معها بعد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا المقطع انا لاجل احنا اتفقنا طبعا مع الوالد لا لا اهم شيء عشان يهدي الوضع، ما في احد يقرب لنا ولا في احد اي احد يدري غير ابوي، حتى اخواني عيال خالتي عيال العماني كلهم عماني اخواني، حتى ابوي قال انا بضبط الوضع كله، فانتم لا تتكلمون، قلنا ايه اهم شيء انك ما تتكلم انتم ما عليك. حتى انا صورت سنابات اليوم على اساس اني رايح دبي مول، قلت يلا تعالوا مدري ايش، على اساس اني اشتت الموضوع ما يعرفون، ويقول ما راح نجي وزي كذا، فهمت؟ وقالها في سناب بالضبط. انا ما تكلمت في سناب عشان ما اقول شيء، لان انا اعرف نفسي صدق، انا اذا صورت سناب بقول كل شيء وبخرب ام المقلب. طبعا يوم قلنا للوالده ارسلتنا فويس اسمع الصوت اي صح، ما قلنا لهم احنا ترى الحين في مطار دبي، نرجع رايحين الرياض، الرياض ومن الرياض الى القصيم، الى القصيم عشان نفاجئهم ونعيد معهم. الزبده ان يوم الخميس اليوم وبكره العيد، والحين الساعه 9:12 دقيقه بتوقيت دبي، والعيد بعد كم ساعه فجر. اسمع الفويس، ركان حرام عليكم، لازم تجون للعيد لازم. لا والله مسكينة بالله اني حزنت عليها، يوم ما كنت تشوفين المقطع انا مرة حزنت تراني. فاحنا الحين بنروح وبنوريكم ردة فعلها كيف. فمعليش بس قبل ما نبدا، قبل ما قصدي ما نبدا بالمقطع، اتمنى انكم اذا انت مو مشترك تروح تشترك عشان نوصل يعني 2 مليون مشترك اقرب وقت. يا ليت والله امي. يلا يلا ما ودنا نطول عليكم، يلا ملا الحمد لله على سلامتنا وصلنا يا كيف النارة؟ ضبطت الجوال. المهم تعبانة الحين، احنا ماسكين الخط من الرياض للقصيم الساعة كم الحين؟ الساعة 4:40، الساعة 3:44 دقيقة. إن شاء الله راح نوصل القصيم ما أدري بعد ساعة ونص أو ساعتين، ويكون وقتها بدا العيد. طبعا أنا كنت متحمس أنا أطلع غير ملابسة. أنا هذا الثوب أجيبه. Had the whole world at her feet, watching seasons change. لبس ركان على طول إماراتي و باقي عبود داخلين البيت، أهلي توهم ما جو، أمي تدخل ما تشوف الحين احنا قاعدين نكبر هالي. أبوي سوى الخطة، قلت له دق وقفل على طول، إذا قربت وقال لك ما تو دق وقفل. أبي أسمع إخواني بس إذا دخلت الحين، عمان كلهم هناك برا، بس أبوي بيدخلهم من هنا. قبل شيء جدتي قالت أخلص العالم عمان كلهم. قلت لا انتظري شوي، يعني بالله اكتبولي كيف كشفت أي محل تفصيل ثياب الإماراتي الغالي إلا كم تبي لايك بالمقطع؟ صح يا يعني نبغى بالمقطع توصلونا 100,000 لايك. اي انا اقول 100,000 لايك بالله، وصلوا 100,000 لايك تكفون والله تعبني من ترى الى الحين واصل ما نمت. Let's go!
نلبس الثوب سبعة. شريت قميص. عشان يدي والله مو تلبس الثوب سبعة. حط جيري بعد لابس الثوب سبعة. ايه وش تقول؟ يما وش رايك في المقفى؟ وش رايك في قسم المفاجأة؟ حلو طبعا مو بهذه يا ابني. وش رايك في المفاجأة؟ حلوة؟ والله قاعدة تفكر والله يخليك الله والله قلت لك انا لا اسويها وذا بس عاد وش تسوي؟ والله انت اللي جزمت. الله صديقتك تجوري شو اسمك؟ ها؟ شو اسمك؟ وش اسمك؟ تستحي سلمي سلمي لا جوري صديقتك استهون استهون الحين تهاوشون الحين وبس كذا وصلنا نهاية المقلب ورجعنا الحين دبي بالضبط. اسفين على التقطيع اللي صار ما تدرون احنا وين بس يعني رحنا من دبي لما الرياض الرياض القصيم القصيم الرياض الرياض دبي بس عشان تصوير مقلب والحمد لله ضبط وهذا اللي براسنا وكذا قلنا خلنا نرجع خلاص الحين دبي خلصنا المقلب بالضبط فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عجبكم اذا عجبكم اتمنى انكم ما تنسون اللايك اوكي بالضبط. عشان ينزل لكم مقلب قوي ان شاء الله فك ناويين انت كريم ورا يا با ناويين اطيح بالطياره ويا ناوي يا اخي قاعد انتظره يسوي فيني مقلب ما سوى وش سوي فيك؟ أبغى قد أنتظرك لين تسوي ملاحظة سوي مقالة في الناس لا أنا أخوك يعني أنا إذا وصل المقطع فوق 150 ألف لايك طيب خلص بنسوي مقلب إن شاء الله في الناس في ساحة برج خليفة أنا عندي مقلب مرة والله كف يعني الحمد لله 150 ألف لايك لازم يلا 150 بالله بسرعة بسرعة بتوصلونها بعد شهر لا أبي ذي الأسبوع صح والله هذه صح بس حابين نقول لكم شيء ترى مهم ترى تحت غيرنا الـ في الديسكريبشن طبعا موجود رابط اللي هو ايميل جديد إدارة أعمالنا حق تبع الإعلانات غيرناها وفي ايميل جديد تحت فالقديم لا حد يراسلنا بالقديم الجديد هذا هو تلقونه تحت في الديسكريبشن وحساباتنا برضه تحت سناب شات الانستغرام ضيفونا وشوفوا يومياتنا وزي كذا وبس رجعنا دبي وانتظروا المقاطع الجديدة الخرافية اللي راح نكسر فيها الدنيا بإذن الله بس لا تنسون انكم تشتركون عشان يوصلكم اول ما ننزل مقطع وفعلوا جديد. زر التنبيه عشان يوصلكم على طول ما ودي اطول عليكم كان معكم عبد الله سليمان وراكان سليمان اراكم حلقة قادمة مع السلامة مع السلامة ولا سلام كل واحد يلا اهم شيء مع السلامة وصلنا